السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بمشاهدي قناة سودانية 24، وكل سنة وانتم طيبين، أعادها الله عليكم بالخير واليمن والبركات، ونتمنى دايما الفرحة في كل بيت من الشعب السوداني. وزي ما تعودنا خدنا أجازة العيد ورجعنا لكم مرة تانية بوجبات جديدة إن شاء الله يا رب تستفيدوا منها. أول طبق معانا النهاردة هو الفتة، وأكيد حضراتكم شفتوا على القنوات الأخرى ولقناتنا طريقة الفتة، ولكن النهاردة هنعملها بطريقة مختلفة خالص. يلا بينا نشوف المقادير ونرجع مرة تانية مع بعض علشان نشوف تفاصيل طبقنا. اهلا وسهلا مره تانية بساده المشاهدين، وبنقول لكم مره تانية كل سنه وانتم طيبين. اول حاجه كده انا حطيت طاولتين على النار وحمصت العيش ده. العيش انا جبت العيش الشامي وحمصته. اول حاجه ان انا هنا هضيف الماده الدهنيه كده معايا الزيت. للمصداقيه برضو انا في عندي هنا لحمه هتلاقوا لونها شويه محمر، كل اللي انا حطيته بس حطيت لها بابريكا تمام، وعصير برتقان تمام. ده اللي انا عملته بره الهواء، بابريكا وعصير برتقال حضراتكم شايفينه ده تمام. هنخليها بقى تاخد كده ايه نار حلوه كده مع بعض. وعند الطاوه الثانيه دي هنعمل فيها ايه برضو زيت كده، معلقه الزيت بتاعتنا الحلوه دي كده، وهناخد معلقه ثوم هنا كده بس مجرد برضو ما تتحمص معانا اهو كده. بكون انا مجهز الكزبره بتاعتي الفريش اللي هي ايه مش جافه تمام. هنا هستخدم كزبره خضره فريش تمام اهي، وهنا برضو ده شغاله كده. خلي الكلام الحلو ده ياخد النار بتاعته مظبوطه. في ناس كانت بتشتكي في شهر في اسبوع العيد عن موضوع اللحمة كانت جامدة شوية أثناء ما كانوا بيعملوا الشية تمام. طيب لما بتكون معانا المشكلة دي، ولسه أنا متأكد إن لسه في تلاجات لسه فيها لحوم من العيد، هنديها صدمة في نار سخنة. هنديها صدمة في نار سخنة تمام، بنديها لمدة 10 دقايق، وبعد كده بنطلعها نعمل إيه بقى؟ يكون الزيت بتاعنا متحمص شوية يعني سخنة حبة، وننزل باللحمة تتقلب، وننزل معاها مع التوم المهروس ومعاها كزبرة وملح بس، هتاكلوا أحلى شية تمام. ننزل هنا بقى كده بالكزبرة الحلوة دي كده هنا اهو، شايفين الكلام الحلو ده، ونديله بقى ايه معلقة الخل هنا كده، وخلي ده كله ده يعيش مع بعض بالشكل ده كده. وهنا بنقلب طبقنا، واحنا شغالين هنا بقى هنعمل ايه؟ هناخد نظبط الطبق ده كده معانا كده
كده. هنا بقى الفكرة الجديدة اللي احنا هنعملها، هناخد طبقة من المكرونة. المكرونة دي انا سلقتها، اديت لها ملح بس وشوية زيت، بنحط الكلام الحلو ده كده هنا، تمام كده مناسب. لو عايزين تعملوا طبعا ده بايه، طبقين كبار، انا عامل طبق واحد كويس كده والباقي بشيله. هاجي العيش المحمص هنا، خلي بالنا ده اهو كده اهو كده، بنرفع ده كده خلاص تمام. هاجي بقى ايه للعيش المحمص ده، بسم الله نوسع كده على نفسنا عشان نوريكم الايه الافكار الحلوه دي كده. ناخد ده كده هنا، نرجع لها تاني، ناخد بقى كده العيش ده هنا كده، واللحمه طبعا موجوده. ده اول طبق هيتعمل خاص بالفته كده اهو تمام. برضو ايديا شغاله ايه على اللحمه، خدها بقى على شويه نار عاليه كده. اجي هنا كده قدامكم اهي كده، نوسع شويه اهو. نعمل ايه هنا بعد كده؟ كده كده عشان كل الحلاوه دي تظهر اهو كده كده. حلو، هنعمل ايه بعد كده؟ هنيجي نعمل الزبادي اللي احنا هنستخدمه في الخلطه دي. هننزل هنا بزبادي كده، كل الزبادي دي كده هنا تمام. وهناخد الثوم اهو، شايفين الكلام الحلو ده كده هنا كده، وهنقلب ثوم زبادي نعناع كده، نقلب الحلاوه دي كده مع بعضيها اهو. يلا هنديها بقى ايه سنه الملح كده. انا ما بعملش سلطه الزبادي عشان تكونوا عارفين، دي مش سلطه الزبادي اللي احنا متعودين عليها. هنا ده صوص زبادي هنشتغل به هنا عشان الناس ايه ما يختلطش عليها الامر. اللي انا بعمله ده صوص الزبادي. هناخد بعد كده ايه حاجه نغرف بيها الكلام الحلو ده كده هنا في النص ده كده كده اهو كده، شايفين الحلاوه دي. ده طبق فته، ده طبق فته الحمص، ونيجي كده الحمص ده مسلوق تمام اهو، شايفين الحلاوه دي اهي ما شاء الله. ناخد ده طبعا، الزبادي ده هرجع لها تاني عشان لها بقيه الطبق. والصوص اللي هو بقى الخلطه بقى اللي احنا عملناها على النار، الكزبره مع الثوم اهي، تيجي تترن هنا اهي كده اهو، نوزعها هنا. الثوم ده بقى ايه مع الخل مع الكزبره الفريش، الشغل الحلو ده كده مع بعضه كده كده اهو، ما في احلى من كده. ده أول طبق طلع من نفس الطبق ده، هنطلع منه طبق تاني واحنا مع بعض برضو. ده كده نحطه قدام حضراتكم وناخد ده معانا. هنعمل ايه هنا؟ طبعا ما تنسوش ايه، اللحمة بتاعتنا على النار اهي بتستوي، ما عملتش أي حاجة غير إن هي على النار، وزي ما قلت لحضراتكم ضفت عليها البابريكا وعصرة برتقال تمام؟ عشان يديني الطعم اللي أنا عايزه، الطعم الحلو بتاعي. كده ناخد الزبادي بتاعتنا، نيجي هنا كده، نيجي بقى الكلام الحلو ده كده، بلاش نحط الاول الصوص ها كده كده، كل الصوص ده يتحط هنا كده ما شاء الله كده. ننزله هنا كده ونعمل ايه بقى، نيجي في العيش الحلو ده كده على الجنب اهو كده، شايفين اللي هنا هي مختلفة بالفعل كده كده. هعمل ايه بقى في النص هنا، هوريكم دلوقتي احنا هنحط ايه في النص هنا دلوقتي مع بعض كده. الطبقين دول اللي انا عملته، الطبق الاول والطبق الثاني، بيتقدموا جنب بعض، عشان كده قلت لحضراتكم ان الفتة بتاعتنا النهاردة مختلفة، وفعلا مختلفة اهي كده كده، ظريف.
نكمل هنا اللحمه بتاعتنا ايه. طيب هنعمل ايه بعد كده في اللحمه هنا؟ هناخد معلقه من الزبده في النص هنا كده كده. اللي انا يا جماعه اللي انا بشتغل بيه ده يعني احنا مش احنا دايما بقول لكم احيانا اقول لكم نغير مثلا الزبده بالزيت، لا المره دي بقى هي زبده زبده عشان ناخد الطعم اللي احنا عايزينه. شايفين هنا هنعمل ايه بعد كده في الجزئيه اللي في النص دي؟ عندي هنا الطماطم اللي هو معجون الطماطم هنزل بيه في النص هنا، تمام كده. خليه ياخد غلوه هنا في الايه، في الزيت ده اللي هو السمنه اللي ضفناها في النص هنا. بعد كده هوريكم هنعمل ايه تاني. طب انا مش هعمل اي حاجه في الطبق ده تمام، غير ان انا اخليه على النار ياخد راحته كويس، وعشان زمن حلقتنا هنطلع نشوف مقادير طبقنا التاني ونرجع مره تانيه. ما تروحوش اي محطه لان اللي معانا احلى واحلى ان شاء الله. اهلا وسهلا مره تانية بحضراتكم ورجعتم بسلامه لينا. طبعا زي ما حضراتكم شفتوا المقادير بتاع طبقنا التاني هبتدي اشتغله معاكم، ولكن عايز اوريكم الطبق الاولاني. اللحمه بدات ان انا ادخل الصوص مع بعض بالشكل ده تمام، وهنزل اخر حاجه بالطماطم. لو لاحظتوا ان انا ما ضفتش اي ميه في اللحمه، يعني هي منها فيها نزلت ميتها استوت بالميه بتاعتها مع معجون الطماطم اللي انا ضفته والطماطم اللي انا ضفتها دلوقتي. وعايز اقول لحضراتكم طبعا الساده المشاهدين اللي عايزين يتواصلوا معانا، رقم البرنامج هينزل على الشاشه وتشرفونا باسئلتكم، وكل سنه وانتم طيبين مره ثانيه لحضراتكم. يلا بينا هنشتغل على الطبق الثاني، وموجود الطبق الاولاني قدام حضراتكم اهو. عايز اقول للساده المشاهدين اللي كانوا حاضرين معانا واحنا بنعمل المربى، انواع المربى اللي كنا اشتغلنا بيها وقلت لكم هنعمل بها شغل حلو ان شاء الله بعد العيد، وخلاص العيد انتهى وهنبتدي بفعلا شغل المربى بتاعنا. اول حاجه انا طبعا هطلع المربى دلوقتي من التلاجة ونشوف هي عملت معانا ازاي. اول حاجه انا معايا هنا بسكوت صنفين، الصنفين ده اللي هو حاجه بالفانيليا مثلا، بسكوت شاي عادي خالص اهو، بس ده صنف لو لاحظتوا ان شايفين الحجم ده وده حجم تاني. ايه الفكره في كده؟ ان هو هيديني ميكس حلو في الطعم اللي انا عايزه، وهدي له خلطه كده ظريفه كده مع بعض اهو. سادة المشاهدين احنا الطرطف دايما بنعمله بالعجين، الناس اللي عندها مشكله في موضوع العجين عملناه بشكل تاني اهو مختلف قدام حضراتكم اهو. الفكرة هنا ان الزبدة اللي انا هضيفها بكون مسيحها على النار، عشان حضراتكم تكونوا عارفين الزبدة هنا مسيحها على النار. خد لما اقول هنا مسيحينها على النار يبقى هي على النار، لما نقول على درجة حرارة الغرفة تبقى درجة حرارة الغرفة، كل حاجة بتفرق من عجينة لعجينة اخرى تمام. هاخد كده الكلام الحلو ده كده ونيجي فين؟ ننزل هنا كده اهو، شايفين اهو، وقت ما بتحتاج تاني بنرجع لها تاني
بنزل واحدة واحدة كده. لا كده تمام. طب اظبطها. طب هسيبها وارجع لها تاني. ويبقى افكر حضراتكم للاتصال مع بعض. هوريكم بقى الايه المربات اللي احنا عملناها مع بعض كده. يلا بينا احنا هنطلع كده المربى اهو. فاكرين المربات دي اللي اشتغلناها سوا اهي؟ عشان دي اللي انا هحطها في الطرت بتاعنا. مربة النعال، التين، ومربة العنب، ومربة الجزر. كمية من المربات احنا اشتغلناها مع بعض هنعمل بيها ميكس. شايفين كده حضراتكم؟ دي المربات اللي احنا كنا اشتغلناها مع بعض اهي. تمام؟ انا ارفع بقى الطبق ده لحد لما ايه تخلص اللحمة. اهو كده قدام حضراتكم دي المربات. هنعمل ايه بعد كده؟ انا هعمل ميكس من المربى. هنزل كده هنا كده. شايفين حتى السمك بتاعها اهو. تمام؟ واخد من هنا واخد من هنا. دي مربة الجزر على فكرة بالبرتقال دي اهي. شايفين الحلاوة دي؟ اهو. ودي مربة الفراولة اهي. في حاجة سايلة وحاجة جامدة كله شغال مع بعض اهو. بقلب ده كله كده الكلام الحلو ده مع بعض. طيب قبل بقى ايه ما اكون اوريكم الطرت انا عملته ازاي، هنطلع فاصل صغير ونرجع مره تانية. ما تروحوش اي محطه لان اللي معانا احسن واحسن ان شاء الله. واهلا وسهلا مره تانية بالساده المشاهدين. طبعا انا عجنت الطرد ولكن عايز اوريه لكم برده تاني. خلينا افرجكم بقى ده الفينش بتاع الطرد، ولكن هنشتغل برده الخطوات بتاعته مع بعض. المربات دي الميكس المربى اللي انا عملته. الساده المشاهدين اللي كانوا متابعين معانا دايما من قبل العيد، كنا احنا دايما بنشتغل كل يوم مربى، وقلنا هنستخدمها وهوريكم هنستخدمها في ايه. اهو اشتغلي زي ما انت عايزه بقى. الكريمه اهي اهو. شايفين الحلاوه دي؟ ليه؟ لان في ناس دايما عندها مشكله في موضوع عجينه الطرت لما بتيجي تعمله. احنا هنا الطرت عملناه قلنا بالبسكويت الساده. تمام؟ اهو اهو. وكان سهل جدا وغير مكلف. عايز اوريكم كمان. طب الحشو لازم يكون مربى؟ لا، يعني حسب ما انتوا عايزين. لكن انا لما عملت المربى كانت الفكرة ان المربى انا عملتها وحبيت اوريكم ان انا ممكن استخدمها في ايه. وحضراتكم في البيت ممكن برضو تصنعوا مربى وتستخدموا زي ما انا استخدمت كده اهو. نطلع بقى هنا حبة كده اهي. شايفين الكمال ده اهو كده. الله. شايفين الحلاوة دي اهو. ده كده الطرت كان اسهل مما يمكن، اللي هو العجينه اللي انا شغال فيها دلوقتي ده الطرت. كويس اهو. باخده كده. تمام. طبعا قلنا الزبده احنا سيحناها على النار، دي الفكره بتاعته اهو. هناخد ده الكلام الحلو ده كده بنعجنه كده بايدينا عجنه صغيره ظريفه كده. تمام. وهاجي اعمل ايه؟ انزل هنا كده اوسع شويه اهو. اي بقى ايه كده عشوائي في الحته دي كده. تمام اهو. ممكن لو عندكم اللي هي القوالب الصغيره عادي برضو اهو. شايفين حضراتكم اهو كده. ده اللي انا بشتغلها دي هي نفس اللي قدام حضراتكم على الشاشه
اهو. لو خايفه ان هي تلزق في الصينيه ومن الجناب ما تطلعش، لازم ممكن تحط لها دقيق من الجناب. كويس اهو كده كده اهو، باخد بقى الجناب ده كده. طيب علشان تطلع برضو معايا سليمه، ما تنزلوش ان احنا حاطين فيها زبده. الزبده دي عشان تطلع معايا سليمه وجامده لازم ادخلها التلاجه، ويستحسن ان انا احطها في التلاجه لمده يوم كامل، وبعد كده تاني يوم اطلعها عشان تطلع بالمنظر اللي قدام حضراتكم على الشاشه. تمام، دي التكات اللي انا بعملها دي مهمه جدا، ما نستهترش بيها وما نستعجلش لما نيجي مثلا اعملها واطلعها اقول لا خلاص هي كده كفايه، اطلعها من التلاجه. لو طلعتها من التلاجه بسرعه واستعجلت عليها مش هتطلع ظابطه معاكي. اهو شايفين الكلام الحلو ده كده، ناخدها بقى من الجناب كده اهو اهو كده، وتضغطي بس ضغطات حلوه كده اهو كده كده من الجناب كده اهو. التكات اللي هي صغيره دي حاجات مهمه جدا لنجاح شغلك. تمام اهو كده، حاجات سهله وبسيطه وما كلفتناش كتير. تمام، بسكوت الشاي كلنا بنجيبه وبنشتريه عشان نشرب بيه الصباح. تمام اهو جيبه وفنن بيه تفنينه حلوه زي ما احنا عملنا. الشكل الحلو ده بنحطه في التلاجه، وبعد كده برفعه من التلاجه وبحطه اي حشو حضراتكم عايزينه. كلام الكامل ده بسم الله. عايز اوريكم برضو اهو، ده شكل انا عملته كده برضو، ده في واحده انا عملتها اهي، هنضف بس مكاني. وعايز اوريكم برضو ده الصغير اللي انا عملته اهو قدامكم كده. دي صغيره يعني، مش لازم نعمل الكبيره، ممكن نعمل حاجه صغيره بالشكل ده كده برضو. انا مش هشيلها دلوقتي لان انا عاملها من شويه، ونيجي نحشيها كده يعني. برضو ممكن نقدمها بالقالب ذاته. تمام، وتتاكل بالمعلقه اهي اهو، يعني ممكن نقدمها بالشكل ده وتتاكل بالمعلقه عادي قدام حضراتكم اهي، وبدون كريمه عشان الناس اللي ما بتحبش الكريمه. نيجي بقى نرجع لمرجوعنا في اللحمه هنا، نشوف اخبارها ماشيه ازاي. اهو قربت انتهت، شايفين البهاريس بتاعتها اللي نازله دي، اللي هو الحاجات المهمه في الاكله دي. عايز اقول لحضراتكم انا ما ضفتش هنا ميه، تاني برجع اقول لكم انا ما ضفتش هنا ميه. تمام، خلاص انا كده برفع الحاجات الحلوه دي هنا خلاص كده هنا كده اهو كده اهو كده اهي. الكلام الجميل ده عايز اقول لكم الريحه ما شاء الله، في البيت بتجربوها اهي كده اهو في النص هنا كده بقى. ممكن بقى نروح واخدين من هنا ومغمسين برضو الطبق اللي هو التاني ده، يعني الضيوف لو كل واحد قدامه طبقه بنشيل من هنا حبه من هنا حبه، بس المهم يتقدم بالشكل ده، هيبقى ايه ده الطعم اللي احنا عايزينه اهو كده. الحاجات الحلوه دي كلها اهي في النص هنا كده، المنظر مهم اهو كده. الكلام الجميل ده كله اهو، نيجي للبهاريز دي كده اهي كده اهي كده اهو. واجي في النهايه رشه صغيره بقدونس كده اهو اهو، بس طبق يتحدث عن حاله اهو كده اهو. يبقى الطبق ده مع الطبق ده ممكن يتقدموا مع بعض. يلا بينا نطلع لطبقنا الثالث، نروح نشوف مقاديره ونرجع مره ثانيه. ما تروحوش اي محطه لان اللي معانا احلى واحلى ان شاء الله.
واهلا وسهلا مره تانية بالساده المشاهدين. طبعا شفتوا المقادير موجوده على الشاشه، وكل اللي انا عملته علشان نكسب زماننا ضفت الجزر على النار وضفت البطاطس على النار يستووا ياخدوا نص سلقه. تمام كده هرفع النار بتاعتي علشان زمني. طبعا هنا الجزر مش هسويه خالص، يعني هو ياخد بس ايه، شايفين الحركه دي، بس شويه. وباجي هنا البطاطس بشوف اخبارها برضو لسه شويه. هنا بقى مع الجزر هنزل بايه، بالرز. الرز بكون غسله، هنزل بيه هنا كده اهو. انا هنا ما بعملش طبيخ، انا هنا بعمل سلطه عشان نكون حضراتكم عارفين. تمام الفكره في الرز اللي انا هعمله ده ما بيتطبخش، نزلته في ميه سخنه زي ما حضراتكم شايفين، وميه كتيره جدا علشان انا بعد كده هصفيه. مش طريقه طبخ، هو طريقه ان انا بسويه تسويه كامله ولكن مش مطهي. دي الفكره بتاعته، ان هو ما يكونش معجن يعني. تمام هنا البطاطس بتاعتي هي على النار والجزر. نعمل ايه بقى كده، نوسع على نفسنا ونشوف ايه اللي مطلوب معانا لعمل الطبق ده. كده عندي هنا البسله واخده نص سلقه، ضفتها هنا اهي قدام حضراتكم. تمام هنيجي هنا سن التوم صغيره، مش هنكتر التوم كده. في حاجه انا ما ضفتهاش اللي هو البقدونس هنا اهو كده، الكلام الحلو ده كده. بصوا بقى عشان ناخد الطعم الظريف هناخد، شايفين هنا خدت هنا بصوابع ايه رشه السكر دي. مش هنزل ببقيه المقادير الا لما اشوف هنا الاخبار معايا ايه. تمام اهو ماشيه كويس جدا، وعندي البطاطس على النار. وطبعا عايز ابلغ حضراتكم مره تانية تمويه رقم تليفون برنامجنا هينزل على الشاشه، ممكن حضراتكم تتابعونا لاي استفسار لاي سؤال، احنا تحت امر حضراتكم. شايفين اهو الجزر، البطاطس اهي قربت تستوي للدرجه اللي انا عايزها. طبعا انا حطيتها من بدري علشان الزمن، ضفت هنا الجزر. وطبعا انا طالما ضفت جزر في الوجبه دي وضفت بسله، من اهم حاجتين الجزر هو فيه فيتامين الف، فيتامين الف ده يعني عندي، وفيتامين سي. هو على فكره الجزر دايما يعني الفيتامين فيه اعلى من البرتقال والليمون بالمناسبه، فالجزر الناس اللي بتاكل دايما الجزر هي بتبقى محميه من فيتامين سي وفيتامين الف. والناس اللي بتحتاج للبشره بتاعتها اللي هي تكون مفتحه شويه وتاخد لون البرونز دايما تاكل الجزر. لو اكلت جزر لمده اسبوع كامل كل يوم بتاكل حبايه جزر، بتلاقي البشره بتاعتها اللون بتاعها بيختلف. الكلام ده مش هو كلام بيتقال وخلاص، لا ده فعل يعني، لو في حد جرب الموضوع ده هتجيله النتيجه دي ان شاء الله. اللون الاخضر اللي احنا ضفناه دلوقتي، احنا قلنا دايما يا جماعه لما في الخضروات لما نروح نشتري دايما نهتم بالخضروات اللي لونها اخضر، لان اللون الاخضر ده هو اللي بيديني تقويه للانزيمات الكبديه او المناعه. طبعا احنا داخلين دلوقتي على فصل الشتاء او موجودين في فصل الشتاء للامطار، وفي ناس كتير جدا هتصاب بالفيروس وبالبرد ويوي. طبعا احنا هنعمل لكم اكلات طبعا ما يتناسب الجو، وبما ان النهارده ان احنا في الاكله دي نكتر من الجزر. دي ناس طبعا بتبعد يقول لك الجزر هناكله في مع الجو ده، لا بيتاكل الجزر ده عشان قلنا للحمايه بتاعتكم. تمام ونكتر من الخضروات اللي لونها اخضر داكن، الحاجتين دول مهمين جدا، غير اللي هو المشروبات الساخنه اللي احنا متعودين عليها. اهو شايفين حضراتكم الرز اهو كده بدا اهو شويه هنا، ونرفع دي كمان النار. البطاطس كمان بدأت اهي خلاص، انا مش عايزها تكون مستوية جامد عشان ما تعجنش معايا وانا بقلب السلطة. تمام طيب هنا خلاص حاجاتي موجودة، هبتدي نشتغل. احنا كتير جدا اشتغلنا مع بعض المايونيز، وكنت برضو عايز اعمله بره الهواء، ولكن هعمله معاكم برضو كالمعتاد اهو. هنزل كده بالبيضاية دي كده. لو عايزين تحطوا توم حطوا، انا بس بحط حبه صغيره زي كده. تمام وبقلب الحاجات الحلوه دي كده مع بعض.
زي ما حضراتكم شايفين انا نازل الزيت ازاي. تمام اهو، حلو الكلام. كل ما انت عايز المايونيز يزيد، يعني احنا ممكن نعمل الجاك ده كله مايونيز، نكتر الزيت اهو على بيضايه واحده. شايفين الجمال ده؟ هديله كمان، انا عايز ازيد شويه، هاخد الزيت ده كمان ازيد بيه حبه اهو. شايفين الحلاوه دي اهي اهو. اهم حاجه الخط اللي انا ماشي نازل بيه ده، ده اهم نقطه. شايفين نازل بالزيت ازاي؟ سير حلو قوي كده، كلام جميل اهو. ده المايونيز بتاعي، شايفين الحلاوه دي؟ انا هجيب حاجه اسباتول كده انزل بيها زي كده اهو. شايفين اهو، بس انا مش عايزها تقيله قوي. انا ايه، شايفين كده السمك ده حلو؟ ده السمك طالما داخل في السلطه ما بزودوش كتير. عملت قدام حضراتكم اهو، ده المايونيز اللي احنا بنشتريه بالشيء الفلاني. تمام، ممكن في البيت تعمليه بالطريقه اللي انا عملتها. طيب في طريقه تانية للمايونيز، لو عايزين بقى المايونيز اللي هو الاساسي بقى اللي هو احنا متعودين عليه من البدايه، بيكون بنضيف يعني نقول ربع تومه، يعني ربع فص توم. تمام، بننزل عليه برضو معلقه، ربع معلقه من المستردة مسح برضو. تمام، بننزل بدول وبننزل بالخل، ربع معلقه خل والبضايه. تمام، بنقلب ده كله زي احنا في الخلاط، وبننزل بجزء من الحليب ممكن يكون باودر، وبنقلب بكل ده يتضرب كويس، وبنزل بالزيت بالشكل اللي حضراتكم شفتوه. طب لو انا عايز اخزن المايونيز شويه بعمل ايه؟ بحط له ربع حبايه مرقه، هي دي ماده الحفظ للمايونيز، بس بقى ايه يقعد معايا اسبوع، لكن مش فترات طويله، لان انا مش عارف انتوا ضفتوا قد ايه من المرقه، فدايما نكون ايه واخدين بالنا بالكلام ده جدا. طيب انا بشوف الحاجات دي قربت تستوي معايا اهي، وطبعا لسه معايا عصير، وطبعا هنحكي قصه كبيره عن مشوار العصير ده. يلا نطلع بينا فاصل صغير ونرجع علشان نكمل حلقتنا. اهلا وسهلا مره ثانيه بساده المشاهدين. طبعا الحاجات بتاعتي خلاص اتسلقت، اللي انا طالب اعمل بها السلطه قدام حضراتكم اهي. عندي ده ادي البطاطس اهي كده، بحط حاجه حاجه واقلب كده اهو كده، وانزل اهم حاجه اكون مصفيهم كويس. تمام، هنا ده كده اشوف بس المكون بتاعك ماشي كويس ولا لا. ده الجزر مع الرز اهو كده، الحمض ممكن تضيفوا الليمون، عايزين تضيفوا الخل بطريقتكم. تمام اهو كده، شايفين اهو كده الحلاوه دي كده كلها مع بعض. هعمل ايه؟ الملح كده اهو، نقلب خل، الزيت اللي عايزين تضيفوه ضيفوه برضو كده الكلام الحلو ده كده مع بعضيه، وناخد نغرفه طوالي هنا اهو. دي على فكره وجبه كفايه يعني مع العيش خلاص اهو. شايفين الحلاوه دي اهي؟ انا حبيت اعمل لكم على قد الطبق ده كده يكون ظابط مظبوط كده اهو. عايز اقول لكم برده الريحه طالعه ما شاء الله عليه. تمام، ناخد حاجه كده اهو، ناخد كده
نرفع الحاجات دي كده ونيجي نعمل ايه؟ اهو ضيفوا له ليمون، ضيفوا له اللي انتوا عايزينه، مضى حمضية الموجود تمام كده اهو اهو كده. ده طبق السلطه بتاعنا برضو سهل وبسيط اهو تمام كده. يبقى احنا عملنا ايه؟ وفي نقطه كمان لسه في الطبق لازم عشان ما ننساهاش، هنعمل ايه بقى؟ اللي هنا كده كده اهو ده برضو في هنا هخلي نص بضايه، هوريكم ليه، لان نص البضايه دي ليها مشوار معايا هنشتغلوا مع بعض دلوقتي تمام كده. برضو هنا البيض ممكن تخلطوه جوه الخلطه، بس الاحلى ان هو يكون بالشكل ده كده اهو كده اهو تمام اهو حسب راحتكم كده كده. وجبه ملهاش حل، الطبق ده كده ملوش حل تمام. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ كده عندنا، وعايز برضو ابلغ حضراتكم مره تانية، ارقامنا هتنزل على الشاشه رغم ان وقتنا قرب يضيق. لو في حد عنده استفسار عايز يقدم معايده للاهل الاقارب مفيش مشكله خالص، احنا مع حضراتكم تمام. هنعمل دلوقتي معانا ايه؟ طبق العصير بتاعنا او كوبايه العصير بتاعتنا. خلينا نطلع نشوف ايه هي عباره عن ايه المكونات ونرجع مره تانيه عشان نشتغلها واحكي لكم حكايتها بالظبط. زي ما حضراتكم الجزر، كل اللي انا عملته جبته بالشكل قدامكم ده تمام اهو جزر صحيح. اتكلمنا واحنا بنعمل السلطه عن موضوع الجزر، خلونا بقى نتكلم عن العصير بتاع الجزر ده. العصير الجزر ده اسمه العصير القوه، هو فيتامين تسموه حسب ما تسموه. المهم العصير ده يا جماعه للمتزوجون تمام، للعرسان فيتامين، هو ده القوة كلها اللي أنا بعمله ده، ما تستغربوش من المكونات بتاعته. المهم القيمة الغذائية بتاعته، دايما في حاجات بنعملها يا جماعة ما تستغربوش منها تمام أهو. باجي كده كله كده، نعمل إيه؟ أجيب معلقة نظيفة، كل ده خليه يتضرب كده مع بعض ها كده كده. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمل ايه بعد كده؟ نيجي هنا وكده، دي اول خطوه اهو. اول خطوه دي خليه يشتغل كده، يصفي كل اللي جواه تمام. بغسل الخلاط الدورق عشان ما يكونش فيه ايه اي حاجه من البواقي بتاعه الجزر في الاول تمام. لما يصفي خالص كده اهو كده اهو،
تضغط عليه بقى كده عشان اي سائل فيه لسه ينزل. العصير ده مهم جدا، فيتامين الف، ممكن كلكم تخشوا على النت تعرفوا يعني ايه فيتامين الف. تمام اهو، وقلنا طبعا فيه بكثره فيتامين سي. تمام اهو، ده كده المطلوب. يلا هنيجي بعد كده الخطوه الاهم. شايفين نص البضايه اللي انا قلت لكم ان انا هخليها بعدين؟ بنزل بقى هنا وبنزل كده، تمام، وباجي كده وبضرب هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. هعمل ايه بعد كده؟ هجيب الكوبايه بتاعت التقديم، وعندي عسل النحل اهو كده اهو كده. تمام، عايز تضربه في الخلاط مفيش مشكله، هو هنا كده كده هيديك نفس الطعم ونفس المفعول اللي ايه المطلوب ده بالظبط كده بالشكل ده كده. تمام اهو حلو. ونيجي كده ناخد بقى تلج، حبايه حلوه كده، طبعا لابس كلافز مفيش مشكله خالص. ونيجي هنا اهو اهو بالشكل ده، الله الله، يا دوب عملت الكوبايه الحلوه بتاعتنا. تمام ناخد يلا ها نرفعه قدام حضراتكم اهو. ده كده العصير. بالنسبه يا جماعه الناس اللي هي بيكون حتى عندها النحافه، عشان اللي هيستغرب بنص البضايه اللي انا ضفتها، الناس النحافه لان احنا برضو بنعمل الشغل ده، بنعمل لهم رز مسلوق وبنضرب معاه نص بضايه تمام، وتفاحيه ونص تفاحيه مسلوقه، وبنقدمها للناس اللي هي عندها نحافه. فده مفيش قلق مفيش خوف، الحاجة اللي احنا عملناها دي حاجة صحية 100%. تمام، نيجي بقى ايه نعمل حاجة ظريفة واخيرة بالشكل ده كده، نظبط بيها الطرت بتاعنا اهو عشان ما يكونش كله لونه ابيض، نكسر اللون بتاعنا بالشكل ده كده اهو. وطبعا انا استخدمت المربى اللي احنا اشتغلناها. طبعا عملنا اكلة بسيطة وسريعة وخفيفة لحضراتكم، عملنا الفتة بطريقتين مختلفين، وقلنا الطبق ده بيطلع كامل متكامل مع بعضيه. عملنا الطرت بتاع البسكويت، وقلنا البسكويت متوفر وسعره في متناول الجميع بطريقتين مختلفين، هو بنوعين مختلفين، ونحطهم وما عندناش المفرمه، نفرم بايدينا نفرم بالمردانه، وبرده بنوصل لنفس المستوى اللي احنا اشتغلناه، وكانت التكلفه بتاعتها سهله. وقلنا المربى صنعناها قبل كده مع بعض، كميه كبيره موجوده عندي في الثلاجه، هنشتغل بيها حاجات مختلفه مع بعض. عملنا السلطة طبعا، والسلطة فيها كمية من الفيتامينات والبروتين، ان شاء الله تجربوها وبتعجبكم بإذن الله. عملنا العصير وحكينا برضو قصته، وقلنا هو بينفع ايه بالظبط وفايدته والقوة بتاعته. وبكده بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا، ان شاء الله انتظرونا بكرة بنفس الميعاد مع وجبات جديدة وصحية بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.